بسم الله الرحمن الرحيم. الكل يترقب إعادة صدور مرسوم حل مجلس 2020 والمنحل بمرسوم سابق قضت المحكمة الدستورية ببطلانه وأيدت القيادة السياسية احترام أحكام القضاء وهذا الحكم، وبالتالي احنا أمام انتخابات برلمانية قريبة حتمية في قادم الأيام، وبالتالي أنا حرصت أني أظهر في هذا التوقيت للشعب الكويتي لأوضح بعض الحقائق والأمور الغير واضحة لهم بسبب عدم إيضاحنا لهم إياها بشكل واضح ومناسب في فترات سابقة، وأيضا حرصنا وكل الحرص على تبيان الحقيقة حتى تتضح الصورة للجميع إبراء لذمتي أمام هذا الشعب الكويتي. في سنة 2020 عندما تم انتخابنا نجحنا وأسسنا كتلة أطلقنا عليها كتلة الستة، وأثناء تأسيسنا لهذه الكتلة دخلنا في مشاورات واجتماعات تنسيقية لتحديد تصويتنا لرئيس المجلس، والتزمت شخصيا بالتصويت للسيد بدر الحميدي والتصويت للدكتور حسن جوهر في انتخابات نائب الرئيس، وثاني يوم وقعنا 38 نائب عدم التعاون مع رئيس الوزراء في ذلك الوقت بسبب توجه الحكومة وتصويتها في انتخابات الرئاسة، وتعطلت العملية السياسية وصرنا عايشين على الجلسات الخاصة. وفي هذا الوقت ترجل الدكتور حسن جوهر وأسس كتلة أطلقنا عليها كتلة 16، كانت عبارة عن مشروع مصغر لما أتى في الحوار الوطني، وكان فيه مجموعة من الأولويات مثل عودة المهجرين ومجموعة من القرارات الشعبية لتهم المواطنين، وأيضا تركيز على عديد من قضايا الفساد اللي كانت محل اهتمام الشارع الكويتي. ولكن لما استشعرت عدم جدية الحكومة في التعامل مع هذه الطلبات وما حسيت في مصداقية تجاهنا، ما جاملت ولا ترددت أن أخرج من هذه الكتلة، وانضميت لكتلة الأخ شعيب مويزري والأخ محمد المطير، وتوالت الانشقاقات من كتلة 16 حتى كتلتنا كتلة الستة اللي كانت حربة بهذه الكتلة استغالت، لأن بالفعل اتضح للجميع أن هذا الحوار حمل كاذب. وما وقفنا عند هذا الحد، تشكلت بعد هذه الانشقاقات كتلة 32، هذه الكتلة الصلبة الصادقة اللي كانت بالفعل تمثل المطالب الشعبية في ذاك الوقت، وأيضا كانت العملية السياسية معطلة وعايشين على الجلسات الخاصة. وبهذا الوقت تقدم الدكتور بدر الملا بطلب عزل رئيس مجلس الأمة، وأنا من ضمن 21 نائب اللي وقعنا على هذا الطلب، والطلب موجود في وسائل التواصل الاجتماعي والكل يقدر يتأكد من الأسماء اللي موجودة فيه. وبعدها بشهر نجح الدكتور عبيد الوسمي، وكلكم تتذكرون المشادة الكلامية اللي حصلت بين عبيد الوسمي ومرزوق القان بسبب رفعه للجلسة لعدم حضور الحكومة، وبناء عليه تقدمنا كل النواب اللي كنا حاضرين في ذاك الوقت بطلب لسمو الأمير لتدخل الفوري والسريع لأن الأدوات الدستورية كلها معطلة،
لا تشريع ولا رقابة. واستجاب سمو الأمير لهذا الطلب ودعا إلى حوار وطني شارك فيه كل الفرقاء وقعدوا على طاولة واحدة، وكان هذا واضح حق كل أهل الكويت. وأنا اليوم أتكلم بكل صراحة، فرسان هذا الحوار كان الدكتور عبيد الوسمي والدكتور حسن جوهر. فلولا دكتور حسن جوهر وعبيد الوسمي كتفهم كتف بعض كان ما قنعونا حنا كنواب أن ندخل في هذا الحوار بسبب التحفظات اللي موجودة عند النواب اللي ما دخلوا، وهي واضحة للكل. ولكن احنا قدرنا هذه المسألة وشفنا مصلحة الكويت أبدأ، وهم اللي حطوا شروط الحوار من البداية للنهاية، ومثلوا الشعب ومثلوا النواب الأغلبية في هذا الحوار، وطالبوا في طلبات الكل الكويت عرفها: العفو عن المهجرين، استقالة الحكومة وسقوط المزمع بالتبعية اللي كان مسبب أزمة في ذاك الوقت وهو تحصين رئيس الوزراء، وقبول مشروع عمل حكومي أشرفت عليه كتلتي كمشروع عمل في المرحلة القادمة. وهذا المشروع اشتغلنا عليه صيف كامل، ويحتوي على 58 مقترح بقانون، وكلها مقترحات تهم وتلامس المواطنين والمقيمين في الدولة. إصلاحات في التعليم، إصلاح في القضية الإسكانية، إصلاح اقتصادي، وأيضا حلول واقعية لإخواننا البدون، وكثير من الحلول. ورابع شيء وهو تشكيل حكومة برلمانية من النواب اللي توجههم إصلاح اللي موجودين في المجلس. وهذا الحوار اللي كان برغبة سامية ورعاية سامية أشرف عليه وعلى تنفيذه بشكل مباشر وحثيث سمو ولي العهد نائب الأمير، وكان يقول نبي نفرح الكويت وهل الكويت بهذا الحوار. ولكن بعد ما دخل الحوار وتطبق ورجعوا اللي بره ودخل الحوار حيز التنفيذ واستقالت الحكومة وتقدم الدكتور حسن جوهر بمشروع عمل الحكومة وقبلت الحكومة، تم التواصل معي بخصوص التوزير وطلبت وزارة الإعلام وأجابوني. وسبب عدم إفصاحي لهذه الأمور لأن كتلتي هي من فاوضت وهي طلبت السرية في كل شيء، ولقاءاتهم موجودة والكل يقدر يتأكد. ولكن احتراما للرغبة السامية اللي هم كانوا يقولون فيها بالإعلام أن الحوار ويذكرون فوائد الحوار والإيجابيات الموجودة في الحوار، ولكن يتحفظون على كثير من المسائل بنفس السبب اللي منعني مني أنا أواجههم فيه، وهو احتراما للرغبة السامية. وتشرفت أني قبلت مسؤولية وزارة الإعلام، الحمد لله أنا توجيهي واضح، كنت في البرلمان مواقفي ثابتة، وأيضا لم أجامل واستمريت في نفس النهج حتى أثناء تولي مسؤولياتي الوزارية رغم التعطيل اللي كان موجود والغير مبرر. ما يخفى على أحد غيرت كتلتي موقفها من الحوار ومجموعة من النواب، ولكن أنا التزمت في كلمة، والموقف المحرج اللي أنا حطيت فيه حطوني فيه أول وتالي كتلتي اللي فاوضت واشترطت وطالبت وقالوا لها تم وحاضر ونفذوا الشروط، غيرت موقفها بسبب ضغط شعبي في ذاك الوقت. ولكن استمريت في كلمتي، ولأن هذا الموقف اللي أنا حطيت فيه ولا واحد من كتلتي نحط فيه، ما حد انعرض عليه التوزير إلا أنا بناء على مفاوضتهم هم وهذه طلباتهم
انه يبون حكومه برلمانيه تمثل التوجه الاصلاحي، ولكن اعترضوا لانهم متوهمين انهم يختارون الوزراء. اللي يختار اعضاء الحكومه سمو الامير، مو نواب، مو نواب يحددون هذا يدخل حكومة ولا مو هذا اللي يدخل. وفجروا في الخصومة معاي وأساؤولي وظلموني، وكنت مادة انتخابية لهم في انتخابات 2022، وما خلوا لقاء لطلعوا ويتهموني ويسيئولي ويوجهولي التهم من كل مكان. أنا الحمد لله وبتمكين من الله عز وجل والنوايا الصادقة اللي وقفت لي طوابير تصوت لي ونجحتني، استطعت أن أتخذ أجرأ قرارات في تاريخ العمل السياسي الكويتي أثناء تولي مسؤولية وزارة الإعلام. إقالات جماعية على مستوى القيادات ما حصلت في التاريخ السياسي الكويتي، تبديل واستبدال وتجديد الدماء في الجهاز الإشرافي كامل على مستوى مدراء، مراقبين، رؤساء أقسام. والحمد لله فتحت التوظيف في وزارة الإعلام ووظفت المئات بدون واسطة ولا منة أحد. حط اسمك في الديوان وزارة الإعلام ويي دورك عندنا. وأيضا وما يخفى على أحد، الملفات الحساسة اللي فتحتها واللي متعلقة بالصحف الإلكترونية والمغردين والأشخاص اللي يسيئون في الإعلام، اللي يتكلمون في أعراض الناس ويثيرون الفتن ويبتزون المسؤولين وينتقصون من المواطنة، من حقوقنا في المواطنة، يسيئون للمواطنين بأخبار غير صحيحة لزيادة متابعينه. يكفيني فخر أني حاسبتهم وحولت أكثر من 300 للنيابة العامة لمخالفتهم قوانين الإعلام وارتكابهم شبهات وجرائم لا يمكن السكوت عنها، وما جاملت وما وقفت عند هذا الحد. الحمد لله في مقابلاتي السابقة كنت أطلع وأتكلم عن إصلاح الجهاز الإداري والفساد الإداري اللي موجود وكيفية الارتقاء في هذه الأجهزة من 2016 للنجاح سنة 2020، والحمد لله كنت قول وفعل. وحتى اللهم لك الحمد على صعيد الإصلاح المالي وفرت في بند البرامج ورشدنا من 30 مليون دينار إلى 3 ملايين دينار، ورجعت الباقي ميزانية الدولة علشان يتم إعادة صياغة هذه اللوائح بطريقة تسمح أن يحصل الجميع على حقه بدون تمايز كما هو موجود في السابق. ومشينا فقط الدورة البرامجية مات شهر رمضان، والحمد لله أيضا تتوج عملي ب عمل مشروع قانون الإعلام الموحد اللي ضميت فيه حوالي 6 قوانين في متن واحد، وأشرفوا عليه نخبة أساتذة من كلية الحقوق. لغينا فيه الحبس ورفعنا فيه سقف الحريات وحظى على قبول وموافقة من قبل مجلس الوزراء موجود على جدول الأعمال. ولو كان المجلس هذا ماشي ومستأنف الجلسات لكان من أولى القوانين اللي كانت راح نصوت عليه ويتم عرضها في المجلس. يكفيني فخر بتوفيق الله عز وجل أني أطلقت الشرارة الأولى في إصلاح الجهاز التنفيذي في العهد الجديد من خلال دعم سامي من سمو ولي عهد بإقالة جماعية للوكلاء والقياديين، وهذا كان أمام مرأى الجميع. والحكومة اللي أنا كنت فيها أحد الوزراء وهو رئيس الوزراء الحالي سمو الشيخ أحمد النواف قام بنفس الخطوات اللي أنا قمت فيها من خلال إدخال إصلاحات إدارية في وزارة الداخلية في ذاك الوقت، وصار هذا ديدا الحكومة في الإصلاح في العهد الجديد
باستبدال هذه القيادات الهرمة اللي ما تلبي طموح المواطنين واللي سبب في تأخر الدولة في جميع الأصعدة. وبالتالي على كل ما سبق هذا سبب الهجمة الشرسة اللي كانت علي واللي مست كل حياتي الشخصية العامة والخاصة. والناس اللي سبوني واتهموني وغلطوا علي أنا مسامحهم كلهم لوجه الله، ولا رفعت قضية على ولا أحد فيهم ولا راح أرفع. ومن هذا المنبر أعلن لأبناء الدائرة الأولى عدم خوضي لانتخابات مجلس 2023 القادمة، لأن مثل ما وضحت في السابق العلة مو في مجلس 2020 ولا مجلس 2022. وبالتالي مثل ما هو واضح وعلى ما يبدو أن الأزمة مستمرة وهذا ما نتمنى، وراح نوضح إن شاء الله في لقاءات لاحقة مستقبلية أسباب عدم خوض هذه الانتخابات. وفي الختام أشكر كل من صوت لي في الانتخابات السابقة، وأشكر أيضا كل من أعفاني من هذه المسؤولية، وأوعدكم أكون حمد روح الدين اللي أنتم تعرفونه قريب منكم. لو وين ما كانت مسؤولياتي قريب من الشعب راح أتواصل مع الجميع وبابي مفتوح للكل. نسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.